يوم مساء الخير عليكم. ايوا نحكي لكم اليوم جارتي فاتت عليا قالت لي باش نمشيو للسيرك. هدي شحال ما مشيتش للسيرك. كنا عندنا السيرك غير تاع الجيران هما الفراجة، بصح السيرك تاع الصح اللي نشلو في عينينا ما كانش. يدي شحال ما جاش. ايوا قالت لي لا تحب تجي معايا. قلت لها نجي معاك ما عندي ما خسرت. قلت لها السنه نكمل ديك المبيعنات ونجي معاك. ايوا مشينا حنا ماشيين ودخلنا الدود المعدود. الدنيا كامل خصها تفرج، الدنيا كامل خاطرها ضيع وخصهم يتفرجوا. باش دخلنا حتى نصهطنا. ايوا قاعدين ونستناو باش بداو بهذاك السيرك. بداو انا انخلعت، هادي عمري ما شفتها. بداو سبوعه جاو فايتين، سبعة تاع الصح جاو فايتين. ريك عارف انا مانيش عارفه كيفاش، بصح كي شفت السبع تفكرت المرحوم الله يرحمه راه في دار الحق. خطر كامل الدنيا كامل تقولوا له ديك الوقفه ديالو كسبع كسبع. كي شفت السبع تفكرت وخفت، خفت زعما من المرحوم السبع انا جمون فو، بس زعما خفت زعما يقعد يقول لي يفطن بيا بلي راني في السيرك. وجاسي قلت لها ولا حدر المرحوم راه مور السبع. قال لي وقعت لي وبركه بركه من الحماقه. قالت لي صايب راك بديت تهبل حشويه تينا. قلت لها مانيش نهبل. قلت لها غير خطرات الخيوط يتخبلوا. ايوا رحنا نتفرجوا فات السبع وفات الفيل وحنا قاعدين وانا يابسه في بلاصتي الخوف ديالي بوحدو. انا كي جا ماشي السبع ما فطنتش براسي. قلت له ما تنساش تجيب البطاطا في طريقك. جارتي قالت لي ما تسكت حش شويه. قالت لي رحنا في السيرك. لا قلت لها بالي، قلت لها بالي لعقلي راه غير مع المرحوم الله يرحمه بالي هو كي جا ماشي. قلت بعدا يجيب في الطريق والبطاطا. قالت لي واتينا لا اله الا الله محمد رسول الله. قالت لي تينا ما تاع الخرجه. قلت لها غير اسمح لي غير اسمح لي الراس ما راش في راسه. ايوا بنتي رحنا نتفرجوا في داك السيرك. ايوا واحد كان قاعد قدامنا وانا كنت شفته من قبل خاطر عينيا زعما حتى هما يطالعوا على الناس اللي مجيتو السما يعني ماشي على السيرك والرادار ودنيا مطلوقين دائما زعما عطيهم الصحة ودنيا زعما انا خاطيني هما يخدمو خدمتهم. عملت لهم كيما نقولو هاديك كيما الكوري يقولو سي دي عندهم بعد الودنين سي دي وحتى العينين. خطرات العينين كانو عندهم سي دي دي بصح خطر سيغتو الودنين سي دي يعطيهم الصحة. وما نعملهم لا ليسونسيمون لا والو يقعدو مرسمين حتى لا روتريت. ايوا الى يفدو لاخوت خاطر يبان لي محال. ايوا كملوا هذاك السبوعه وهذاك الفيل وهذاك وجاو. شكون اللي جاو النساء في هذاك السيرك لابسين غير المايويات خاطرهم يبانو وجاو ينقزو ويعرف عندهم حصه بحدها. كل وحده نقولو خيط يبان لي ما ياكلوا والو نعمه ربي ما ياكلوهاش هذا خيط وينقصوا لابسين غير المايويات. واحد كان قاعد قدامنا وانا شفته كي كان داخل باش دخل هو يعين فينا تقول رحنا ماشي نشريو الخبز ولا الدابز ولا ما فهمتش. ايوا بالنيه كي جاو هذوك خرجوا داك النساء هو كان ساكت ما سمعناش. انا بعدا ودنيا هادو اللي عندهم سي دي ما سمعوا والو. كنت نسألك هذا سيرك. ايوا نتصلو
افطنش براسي علاش نكتب. قلت له ما تحشمش، هذا سيرك. قلت له جيت تشلي لعويناتك ولا جيت زعما تفرج في السيرك الدنيا كيفاش تتنقص وكيفاش، هذا سيرك كما شي عيب نعطيك حسك حس على توت سويت. قلت له شفتك باين ايو ونطلعت ولا حبيت نسكت والو. قلت له شفتك كنا داخلين ومراتك مسكينة ترغب فيك، الله يخليك عبيني للسيرك وتينا تقولها غير السيرك اللي ما نعبيكش نمشي بوحدي. قلت له خاطر عارف تجي تشلي لعويناتك، مراتك تخليها في الدار تعمل المطلوع، مراتك نعرفها تعمل المطلع ونهار نهار وهي مسكينة في ديك الكوزينة مصهوطة وتينا خارج تشلي لعويناتك. قال لي ما تسكتش علينا خلينا نتفرجوا. قلت له ما نسكتش انا، فين ما نمشي نهضر، فين ما نمشي. وتنرفى ما هضرش معايا بصح زاد يشوف هذوك النساء اللي كانوا قريب عرايا لابسين غير المايويات. قلت له زيد شد لي الفعويناتك زيد اليوم غير خرجوا منا نمشي كلشي نقولوا لمراتك اللي تينا زعما سواتيزو. قلت لها نمشي بوحدي للسيرك. علاش تجي بوحدك؟ ماشي حرام عليك؟ خرجها توجع عليها حشويه، هي تشف كل خطره تشكي منك. قال لي تشكي مني؟ قلت له ها تشكي منك وتعاود، وكان تجي نقول اسم تقول عليك تندب هكذا تندب بشي بيديك بالارداش.